وبعدين يا جماعه، وبعدين يا جماعه في الملل اللي احنا فيه ده افرجها من عندك يا كريم يا رب. على فكره بقى انا ليا حساب بقى المشاريب دي كلها، انا ما خدتش فلوس. يا فشاوي يا فشاوي، حساب ايه اللي انت بتدور عليه دلوقتي؟ ما السياحه مضروبه يا عم، اصبر لغايه اما ربنا يفرجها وبعدين ندفع لك اللي انت عايزه يا سيدي. نشيل بعض يا فشاوي، نشيل بعض، وبعدين انت ايامك ست يا عم. يا عم نشيل بعض ايه؟ الواحد اتخنق. يعني ايه بلد فيها تلت اثار العالم وما فيهاش سايح واحد؟ يا ابني هم السياح هيجوا هنا ازاي بسبب الضرب اللي في البلد؟ ايوه المشكله بقى ان الضرب مش في البلد، الضرب في شارع من الشوارع اللي في البلد، والكاميرات بتتسلط على الشارع ده، فردتين كاوتش مولعين معيلين بيضربوا بعض ويقول لك البلد بايظه، مع ان البلد زي الفل. قصدك تقول يعني ان الاعلام هو السبب؟ الاعلام اللي بيسلط الكاميرات على الحاجات اللي بايظه، لكن لو سلط بقى كاميرات على بقيه البلد، البلد 100 100 يا عم. طب احنا على ما نخلص من ده كله نعمل ايه؟ ناكل طوب؟ يا جدعان في سايح داخل اهو. سايح جه، سايح جه. اهلا اهلا اهلا، ويلكم 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 ويلكم. ذيس از ابو سمبل تمبل. تعالى تمبل، تعالى تعالى اشرب عندنا اي حاجه والنبي. تعالى اعمل لك سندوتشات، تيشيرت تيشيرت. الاقصر بلدنا بلد سواح، فيها الاجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزه تروح. مش برضو من هي؟ اني من سوريا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، يا اهلا بسوريا وباهل سوريا. يعني عادي ان في سياح سوريين وجايين مصر يتفسحوا. حضرتك تحب اجيب لك حصان مثلا، ولا مثلا اجيب لك جمل، ولا عايز ايه؟ دخيلك خيي، شو هالحكي؟ انا ماني جاي هون اتفسح، انا جاي هون ادور على شغل. جاي ادور على شغل. كنا لقينا احنا شغل يعني الاول. يعني معلش ربنا يعينكم على اللي انتوا فيه ويعديكم منها على خير يا رب، بس احنا ما نقدرش نساعدك في اي حاجه، احنا مش لاقيين شغل اساسا. طب اقطع شاورما؟ للاسف ما عندناش شاورما هنا معلش. طب ادبلج مسلسلات؟ والله لو في ايدينا حاجه نساعدكم يعني مش هنتاخر ابدا. يعني عندنا في السياحه مفيش، ممكن في بقيه البلد ربنا يكرمك. طب اغني؟ تغني؟ لا جد. يلي ما بتاكل انصياب عيد الجوده المصريه، تتبيلة لبنانية، حج اللجنة المصرية. يا عيني بيغني حاجة هو مش فاهمها يا عيني. طب وبعدين يا جدعان؟ الواحد اتخنق من قلة السياح، ده حتى الواد اخويا بيقول لي ما تيجي تقف معاه في السوبر ماركت بدل ما انت نطعي كده. طب ما تروح يا ابني تقف معاه بدل ما انت نطعي كده. وهي بالوقفة يا فيشاوي، ما أكيد برضه مزنقة معاه يا عم. ايوه بس برضه السوبر ماركت اشتغل فيه لغايه اما ربنا يكرم في موضوع السياحه. يعني مثلا السوبر ماركت ده على فكره ده اساسا مشروع فرعوني من ايام قدماء المصريين. ايه ده؟ هو كان في سوبر ماركت ايام الفراعنه؟ امال ايه يا ابني؟ ده اول اختراع اخترعوه قدماء المصريين ايام الفراعنه. ما انت عندك مثلا الاله كيري. ده اله ايه؟ ايوه اله الجبنه. جبنه؟ ابو الاله لافاش. انا اسمع ان كان في اله اسمه بوزا. ايه ده؟ الاله بوزا؟ اله الايس كريم. لا يا ابني الفراعنه دول كانوا سابقين وقتهم يا ابني، سابقين وقتهم. انت ما كانوا بيفتحوا اي مقبره مش كنت بتلاقي مثلا جنب التابوت حاطين بقى ايه؟ رز، وحاطين سكر، وحاطين اكل وشرب وكده. هتلاقي الكارت بتاع السوبر ماركت على طول. لا تاريخ، انا بشرح لكم تاريخ. الله عليك. امال ايه يا ابني؟ على فكره احنا كمان نعرف حاجات عن الفراعنه وكده. انتوا تعرفوا على الفراعنه؟ طبعا. انت بتاع الشاي وده بتاع سندوتشات وده بتاع فانيلات، انا الوحيد يا ابني اللي بفهم يا ابني. لا انا اعرف حاجات عن الفراعنه. تعرف ايه؟ انت تعرف ان الفراعنه دول هم اللي ورثوا لنا الشحاته؟ الشحاته؟ ازاي؟ ركز في مشيتهم، كانوا بيمشوا ازاي؟ كانوا بيمشوا كده يقول لك حاجه لله حاجه لله، ولما حد يديهم حسنه يقولوا الحمد لله. اي معلومات؟ هنقول اي معلومات؟ عموما المعلومات دي لو جالنا سايح اوعى تقولها قدامه، ما تبوظلناش السياحه بس زياده ما بايظه لو سمحت. ماشي بس ماشي. عارف يا حماسه انت في عينيا انا ابو التاريخ الجامد قوي. بص اي معلومات انا عينيا ليكوا يعني. في سايح يا جدعان؟ سايح اهو. سايح. 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 اهلا اهلا اهلا، ويلكم ويلكم ويلكم. ويلكم ويلكم،
This is Abu Simbel Temple. Do you want a horse? Do you want نقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح وكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح مش برضو منه؟ أنا من ليبيا. ليبيا؟ من أنتم؟ من أنتم؟ أنت جاي عندنا تسألنا من أنتم؟ الشعب الليبي يحب الفراعنة باهي لكن ما يحب المصريين القدماء. ده جاي يقفش علينا يا عم مصر. أهلا وسهلا. طاعة الأب والأم واجبة ولكن الأهم رضا الوالدين. حضرتك احنا بنستفيد منك يعني أجيب لك حصان أو جمل وأفسحك وألففك المعبد ولا إيه؟ لا لقد ساعة العمل. أنا أريد العمل. أنت جاي تشتغل هنا؟ أيوه. ما هو واضح الربيع العربي هل كله الحمد لله. لا حضرتك احنا نفسنا مش لاقيين شغل يعني بقالنا 3 سنين عاطلين انا اسف يعني. مالك؟ زنجة زنجة. عموما هتروح كده في حمام حمام. حمام حمام؟ هناك هناك. باي 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 باي. مع السلامة مع السلامة. وبعدين يا جدعان وبعدين؟ بص يا حماسة أنا الموضوع مش فارق معايا وقف الحال ده خالص لأن أنا من زمان رافع شعار واحد بيقول مش مهم إن أنا أشتغل المهم إن أصحابي ما يشتغلوش. يعني كاره الخير لأصحابك أساساً يعني. عموماً أنت عندك فرصة تشتغل مش كده؟ مش أنت عندك فرصة تشتغل؟ عندي حماسة أهلي بيضغطوا علي عشان أروح أنزل الشواربي وأقف في البوتيك بتاع العيلة وأسيب السياحة. طب ما تيابني تروح ترشى في الحوار دوت لحد ما ربنا يفرجها وأسيب السياحة؟ ما هي السياحة بنت خالتك مالها يا عم؟ يا عم روح اشتغل لغاية ما ربنا يكرمنا في السياحة يا عم روح اشتغل. ولو أنت بقى بتحب السياحة قوي لعلمك البوتيكات دي اساسا اختراع فرعوني. ايه ده بجد؟ ما كانش اسمه بوتيك كان اسمه وكاله يعني اما تلاقي ايه كان زمان بيكتبوا كده اهو وكاله. الله. وكاله دول كانوا بيبيعوا بقى الهدوم واحسن ناس مصممين للازياء كانوا ايام الفراعنه. بص الازياء اللي كانوا لابسينها. ايوه مين يعني اللي كان بيصمم لهم؟ ده كان في اله اله هناك ده اله الازياء اسمه الاله زون. زون زون. مش اي حد بيخش اي محل بتاع لبس بيقول له في زون. بس كان إله عنيف بقى يعني. ايوه ليه بقى؟ يعني كان يزعق يخرم السقف على طول. امال ايه؟ يعني مره خرم السما فناس اجانب كانوا ماشيين قالوا اوزون. هو ده بتاع الخرم؟ ايوه ده بتاع خرم الاوزون. الإله زون ده كان بيعمل لبس ايه؟ بس انا اعرف يعني يعني كليوباترا دي انت شفت لبس كليوباترا؟ شفته. كليوباترا اللي هي الطويله السوبر. حس اللبس كله بفره كده. ودي كانوا بيسلموا عليها ازاي؟ كليوباترا كده. فكره برضه. امال ايه يا ابني؟ امال ايه؟ بس انا اعرف ان الفراعنه يعني بتقابلها الكح. كح؟ طب وما كانش عندها اخوات خالص يعني؟ كان في بقى ملكه تانيه بتنافسها. مين؟ اسمها ميريت. بس كانوا توأم بقى اصفر وازرق. زعلانين. يلا مش مشكلة. بس عارف يا حماسة أنا أعرف يعني إن الناس دي لابسة جاية بطول الوقت وجونيلات وبنيهات يعني ما كانش عندهم لبس تاني خالص. يا جدعان مصر زمان كانت صيف بس. إزاي؟ الشتاء ده ما كانش موجود في مصر زمان. إزاي يعني؟ أمال الشتاء ده جه إزاي؟ الشتاء جه مع الحملة الفرنسية مع فريزر. فريزر نزل مصر تلجنا ابن اللذينة. كنا ماشيين شمس وزي الفل. بس انا اسمع يا حماسه يعني ان كان في اله للحشمه عند الصعايده كان اسمه كالسون. كالسون. طبعا ده بس ده بتاع الفراعنه المتشددين يعني. حماسه انت شاطر قوي في التاريخ كنت عايز اخد رايك في حاجه يعني. اتفضل. ومره لقيت تمثال واقف عامل كده ومكتوب تحت 750 قاف ميم يعني ايه بقى؟ لا ده رقم العربيه اللي خبطته. يا جماعه احنا عايزين نسلك نفسنا عشان الشغل بعد كده النهارده حتى مش لاقيين شغل بعد كده مش هنلاقي اللي مش لاقيينه ان شاء الله. ايه ده سايح يا فرج الله؟ اهو اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا سلام. الأقصر بلدنا بلد سواح فيها الاجانب تتفسح وكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزه تروح
مش برضو منها؟ أنا من السودان. في يا جماعة قلت أنا من السودان مش أنا جربان. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا من السودان الشقيق. الله يخليك. مش هنا معبد أبو سنبل؟ أهو. طب عمارة 52 اللي في وش المعبد وين؟ أنت جاي تايه أساساً يعني. أنا جاي عايز أستاذ سعيد حامد المخرج، قال لي أكتشفك بدل سليمان عيد وعلي الكسار وكل دول. لا حضرتك إحنا ما نعرفش، يعني إحنا فاكرينك جاي سايح هنستفيد منك مثلاً ولا حاجة. لا خالص، أصل إحنا السودان خربقوها عندنا، قسموها نصين، نص للسود ونص للسمر. عملوا إيه؟ والله أبويا بقى قاعد في النص بتاع السود، وأمي في النص بتاع السمر. أقعد مع أبويا أمي تتقمص، أقعد مع أمي أبويا يتقمص. طب وأنت قاعد فين دلوقتي؟ واخد شقة في 6 أكتوبر وعايش برنس والله. يعني للأسف إحنا ما نعرفش والله الأستاذ سعيد حامد فين، يعني آخر المسلسل عمله من 3 سنين تقريباً يعني. طب ساعدونا بأي حاجة. ما نقدرش نساعدك بأي حاجة، إحنا محتاجين اللي يساعدنا يعني. والنبي يدونا أي حاجة بس. أديك إيه؟ يدونا هلايب وشلاتين اللي وعدتونا بيها. مين اللي وعدكوا بيها؟ راجل طيب كده والله، كان عنده دقن وبيقول عنده فوبيا شرعية شرعية. ده وعدكوا يديكوا حلايب وشلاتين؟ ده كريم خالص، وعد كل دولة يديها حتة. والله راجل طيب. لو عايز الحتة اللي قال لكم عليها روح له فطورة هتلاقيه هناك. خلاص أنا رايح له. أروح له؟ روح له. أركب الهوى. أركب. أوعى يا ولد. بعدين يا جماعه ما تعمل لنا شاي في شاوي. مين اللي هيحاسب يا سيدي؟ كله على الحساب، ما جراش حاجه. ماشي، بس انا عايز اعرف يا حماسه، يعني هو كان في برضه ايام الفراعنه فيها قهاوي وحاجات وكده يعني؟ امال ايه يا ابني؟ القهاوي دي اختراع فرعوني اساسا. ازاي؟ نسبه للاله شيشا. ده اله ايه ده؟ ده اله الليل. ابو مبسم. امال ايه يا ابني؟ الاله شيشا ده هو اللي اخترع القهاوي. عارف الطاوله؟ ده اختراع فرعوني. ايه ده ازاي؟ كل اللي على الطاوله دول اللي بيتقالوا دول كلهم الهه، يعني في الاله دوياك، الاله شيش بيش، كلهم بيتنافسوا على واحده اسمها دوسه باين. لا بصوا، اي معلومات تاريخيه انا معاكم. والله العظيم انت خساره في البلد دي يا حماصه. بس المشكله دلوقتي عندنا، انت ممكن تنزل على قهوتك اللي في الحسين، وانت تروح على السوبر ماركت، وانت تروح على البوتيك بتاع اهلك في الشواربي. انا هشتغل ايه يا عم؟ انت معاك لغه تقدر تشتغل بيها يا حماصه في اي حته يعني. لغه ايه يا عم؟ ده انا معايا ياباني. هشتغل ايه بالياباني؟ الا روح اشتغل بيها في اليابان مثلا. اشتغل ايه في اليابان؟ اليابان كلهم قصيرين، هروح اشتغل طويل؟ هعمل ايه يعني يا حماصه؟ يا حماصه. اهلا 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 سنابل. ازيك يا حماصه؟ ازيك يا سنابل؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. ازيك يا استاذ سنابل؟ ازيك يا فيشاوي عامل ايه؟ ازيك يا قلبي؟ الحمد لله. ازيك يا رعد؟ ازيك يا سنابل؟ الحمد لله. ازيك يا امين؟ ازيك يا استاذه سنابل؟ كويسه الحمد لله. احنا هنقعد اليوم كله ولا ايه؟ يعني السوق ما حدش بيشتريه يعني ولا ايه؟ حاضر حاضر. لا مكتسب. لا خالص، بحييك على ذوقك. الله يخليك. عاش. ازيك؟ ازيك يا حماصه، وحشتني. انت وحشتيني قوي. بس كده يا حماصه انا زعلانه منك. ليه؟ 3 ايام ما تسالش عليا؟ غصب عني معيش رصيد. هي وصلت للرصيد يا حماصه؟ وصلت الرصيد، ويومين كمان هتوصل للموبايل نفسه. طب على فكره بابا بيهددني ان هو هيفسخ الخطوبه. يفسخ الخطوبه ايه؟ طب انا اعمل ايه؟ انا خطبتك 25 يناير، 3 سنين مفيش سايح دخل، هنعمل ايه يعني؟ قلنا شهرين وتعدي ما عدتش، سنه وهتعدي ما عدتش، ايه اللي اقدر اعمله؟ وبعدين هو كمان ابوك يعني زنقني في طلبات غريبه اوفر يعني. طلبات ايه؟ بعدين 3 سنين كتير قوي يا حماصه. طيب ايه اللي كنت اقدر اعمله وما عملتوش يا جماعه؟ يا جماعه يعني انا ابوكي طالب مني حاجات صعبه يا سنابل. صعبه ازاي؟ ده بيقول لك وضب الشقه اللي هو جايبها لك. طب ما دام هو جايبها لي ما يجيبها متوضبه. يعني جاب لي شقه فاضل على وشين دهان، ايه الاستهبال ده؟ ده في انهي عصر كانوا بيجيبوا الشقق ويوضبوها؟ ايام الفراعنه كان الفرعون من دول يجي له واحد يخطب بنته يقول له خش يا معلم، ويدي له معبد اوضتين وصاله ويظبطه له وكله تمام. لكن ابوكي بقى عامل لي فيها مش عارف ايه. علشان كده انا بحبك، عشان اكتر واحد فاهم في التاريخ. انت عارفه اكتر حاجتين بحبهم في حياتي ايه؟ ايه؟ التاريخ والجغرافيا. طب نتكلم بجد بقى، ابن عمي متقدم لي وبابا هيوافق عليه. يعني ايه يوافق عليه؟ يا رجاله يا جدعان ما تقفوا معايا يا جدعان، ساعدوني يا اخوانا، حد يقول لي على اي حل.
ما احنا خايفين نقول راينا تزعل مننا. يا عم هو ده وقت زعل؟ قول. يعني نقول وهتسمع الكلام يا حماصه؟ قول يا سيدي. بص يا سيدي، الحل عندي البنت دي انت تخطفها وتطلب فديه من ابوها يديك الفلوس ترجعها له، ونصرف بقى ونعيش بقى، احنا اتحرمنا يا عم. لا 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 لا، اخطفها ايه واطلب فديه ايه؟ ولا اطلب فديه واخطفك عادي ولا ايه؟ انت بتسالني؟ لا انا مش موافق اساسا. اه طبعا اخطفك اوديكي فين اساسا يعني؟ بالظبط. المشكله في المكان. لا انا عايز اقتراح تاني. الحل ده وحش جدا. انا عندي حل سيمبل وبسيط. ايه؟ انت تتجوزها عرفي، وبكده نزل لابوها ونجيب مناخيره الارض. تصدق انت حيوان؟ ليه؟ لا طبعا، ايه اتجوزها عرفي ده؟ انت بتستهبل ولا موافقه اتجوزك عرفي؟ انت بتسالني يا حماصه؟ لا اصل انت لو موافقه يعني انا مش موافق طبعا يعني. لا انا مش موافق. عرفي ورقتين و والله يا لا لا عيب طبعا. عيب طبعا. لا 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 ما يصحش، لازم ابوها هو اللي يوافق. بص بقى حماصه، من الاخر كده احنا نقتل لك ابن عمها ونقتل لك ابوها ونقتلها هي شخصيا. واتجوزك انت يعني. يا جدعان عايزين حلول يا جدعان. يا جدعان انتوا ولا في منكم اي فايده، اتكلوا على الله. اتكلوا على الله. يا حماصه انت لازم تتصرف. اتصرف اعمل ايه بس؟ والله انا لو في ايدي حاجه كنت عملتها، هو لو يصبر بس ان شاء الله ربنا هيكرمنا والسياحه ترجع تاني. يا رب ترجع يا تاني رب. والنبي ترجع تاني. والله انا هحاول اكلمه، بس انا لازم امشي دلوقتي عشان اتاخر. بس انت لازم تتصرف. ماشي ماشي، خلي بالك من نفسك. ماشي ماشي يا سنابل. اعمل ايه؟ ايها الجدود العظماء، اين انتم؟ انا اكتر واحد في البلد ده حبيتكم، اكتر واحد حكيت للناس كلها عنكم. حضاره 7000 سنه وفي الاخر سايبيني لوحدي. انتوا فين؟ مين ايه؟ مين؟ قلنا انا احمص. انا حماصه. انت احمص. انا حماصه. لا احمص. لا حماص. بقول لك احمص. بقول لك حماصه. حماصه احمص، مش دي القضيه. انتوا سايبيني ليه يا جدودي؟ سايبيني ليه؟ احنا مش عارفين لا نتجوز ولا ناكل ولا نشرب ولا نشتغل ولا اي حاجه. البهدله دي انتوا اللي عملتوها لنفسكم، لانكم ما بتشتغلوش. انت جاي تنصحني ولا تخوفني يا عم؟ ما بنشتغلش ايه؟ هو احنا يعني لقينا شغل وما اشتغلناش؟ ده احنا في شباب كتير سافروا بره وغرقوا في البحر عشان يشتغلوا بره وبرضه ما نفعش. ليه بتبنوا في حضارات غيركم وسايبين بلدكم؟ لو اشتغلتم في بلدكم هتفيدوها. هنفيدها بايه؟ يعني احنا لو كنا لقينا شغل ما كنا اشتغلنا. وبعدين انتوا زمان كنتوا عايشين في مية البطيخ، اللي عايز يتجوز بيتجوز، اللي عايز يسكن بيسكن. احنا بالنسبة لنا مشاكلنا ملهاش حل. انتوا لو كنتوا عشتم وقتنا كنتم عرفتوا احنا تعبنا قد ايه. عليا انت بتعاكسني؟ لا انا بعبد الاله بس. اوكي. انت حتشبسوت؟ لا انا اشتريت تابوت حتشبسوت، لكن انا هاميس. وانت؟ انا خاميس. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. هاميس، هو انا ليه بشوفك بتروحي كتير قوي ورا المعبد؟ بعيد عنك، بطني سايبه طول الوقت. انت بتشتغل ايه؟ راقصة المعبد. ده اكيد معبد فيلة. يعني انت حافظه راقصة اتيتا تون؟
طب انت الاول اصلا شغال ايه؟ انا مدرب رقص. معقوله؟ زي ما بقولك كده. ازاي؟ اهو. طب وانت بتدرب في انهي معبد؟ انا بدرب في وادي دجله. تمام. حافظه رقصة اتيتا توني؟ اه طبعا حافظاها. طب وريها لي، ولو عملتيها صح في مفاجاه كبيره. ميسكوفيتشي تيرا لا فيتا تا ترينا فيتا تا ترينا في ترينا في ميسكوفيتشي شوفي ترتت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 
هايلة جدا، مع اني واخده الرقص هواية. لا لا هتحترفي بجد، هتشتغلي معايا 7000 سنة الناس هتتكلم عني قدام. ايدي في ايدك. خامس، عودي قبل الحظر. حاضر. انا رايح للإله كمون، ادعوا لي. في رعاية الآلهة. بص شوف مستر كاراتيه. ايوه يا دنيا يا بنتي. ايه كده كله كده في الاوكيه. ايه قايل درج ارد عليه، هديه واعلقه من رجليه. احمر احمر، اخضر اخضر، اصفر اصفر، زغلول 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 زغلول. ينفع في شتاء او صيف. هو ايه؟ وبعدين يا جدعان احنا هنفضل متكلبشين كده؟ انا اتخلقت من الكلبشة اللي احنا فيها دي. بقول لك ايه يا رع، ما معكش جورنان الاهرام؟ ما بقراهوش والله. امال بتقرا ايه؟ بقرا الفرعون اليوم. خلاص ما دام ما فيش الاهرام اقرا الفرعون السابع. اقرا على ما تلاقي حاجه تانية. بقول لك ايه؟ ايه؟ احنا مش هنستبح. ايه ده؟ عينيا ليك. انا معايا صباع لوتس، ما تيجي نلفه. حلو. حته حلوه مش بسكوته. طب ما تيجي نلفه. ما عايز حاجه لف فيها. خد يا عم ادي ورق البرده اهو، لف زي ما انت عايز. بس بقول لك إيه؟ ايه، الحته دي شد منها بالراحه. ليه؟ ابو الهول شد منها شده امبارح، مناخيره وقع. بيقول لك صرحت المطربه الفرعونيه الشابه الشحروره صباح عن صدور تاني ألبوماتها. قررت الحكومة الفرعونية تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور ابتداء من يناير 2014. يا مين يعيش؟ قرر اللاعب الفرعوني بوتي ريكا أن يترك المعبد الأحمر وأن ينضم إلى صفوف نادي غزل المسلة. إن شاء الله الأهلي هياخد الدوري الفرعوني. الزمالك قادم قادم قادم. هتقعدوا 7000 سنة تقولوا الزمالك قادم وعمركم هتاخدوا الدوري. آه يا زمالك يا مدرسة، فن ولعب وهندسة. انت مين؟ إله المركز الثاني. سنظل أوفياء. طب انت اصلا نحس، انت اللي دمرتنا. احنا مش هناخد الدوري. ليه؟ مفيش فايدة، الاهل الفرعوني مولعها. طب وانت هتعمل ايه؟ هصطاد بط. وانت مين؟ انا اهلاوي وافتخر. وانت مين؟ شيكا بالا. ها
هتتهبلوا والله؟ 7000 سنة مش هتشموه؟ ربنا مش عارف ابيع كلونة واحدة يا اخوانا من ساعة الصبح، محدش دخل عليا وقال لي انت فين؟ ماشي ماشي احمس هيجي دلوقتي وهوريكم كلكم. يا عم ربنا بقى عايزين ندعي له بقى في المشوار اللي هو فيه ده. اي خدمة يا عم احمس، انا كده وصلتك وانت وصلتني. شكرا. تمام؟ شكرا. انا رايح للاله كمون. خد له معاك فلفل اسود. ماشي. قعدت لي تاني. معلش. ازيكم يا رجالة؟ عملت ايه؟ إيه؟ ولا أي حاجة، رحت لأبو سنبل أطلب منه إيد سنبلة صعبها عليا، قعد يطلب طلبات تعجيز كلها. ما هو أنت برضو يا أحمس غريب، حد يحب سنبلة بنت الملك أبو سنبل؟ إيه يا جماعة؟ القلب ما يريد يا جماعة، أنتوا عايزين إيه يعني؟ ما هو أنت برضو يا أحمس كل شوية عمال تبص في العلالي العلالي يعني. خليكم أنتوا تبصوا في الوطاطي الوطاطي، ما تسيبوني أنا يا جماعة براحتي، ده بدل ما تساعدوني، بدل ما تقولوا لي أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ مش عارف نعمل لك إيه بقى بصراحة في الموضوع ده. يا أحمس يا أحمس. إيه؟ سنبلة. أنت فين يا أحمس؟ إزيك يا سنبلة وحشتيني. وأنت كمان وحشتني. إزيكوا؟ إزيك يا منحته؟ إزيك يا ست سنبلة؟ عامل إيه؟ إزيك يا في شاوي؟ ازيك يا مزه؟ ازيك يا رع؟ ازيك يا سنبله؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. احنا ايه، هنقضي اليوم كله حوالينا ولا ايه؟ طيب اصل الذوق ما حدش بيشتريه يعني. ماشي احنا جنب، بيبقى مكتسب. ماشي احنا هنا. شكرا. اي حاجه في العصر ده قول لنا. اتفضل. بحييك على اختيارك. الله يخليك. عايش بجد يعني. لا الله يخليك. ها عامل ايه يا احمد؟ ما فيش، روحت لابوكي. ابوكي قال لك؟ قال لي. مبهدلني، ايه الطلبات اللي طالبها تعجيز كلها؟ يعني مش عايزني ان انا اتجوزك وخلاص. معلش ده هو كمان قال لي انه هيجوزني ابن عمي. على الله يجوزك ابن عمك، ده انا اقتلك واقتله. طب انا بقول لك اهو. طب اعمل ايه؟ انا مش عارف انا اعمل ايه، انا كمان مش عارف اعمل ايه يا جماعه، يا جماعه ما تفيدونا يا جماعه، امال بس اصحابي او انت؟ ما احنا خايفين نقول لك راينا يا احمس تزعل مننا. يا عم اخلص يا عم اخلص. يعني هتسمع اللي هنقول لك عليه؟ بلاش لونجير، خش على طول. بص بص يا احمس، البنت دي نعمل لها عمل، اللي يشوفها يشوفها قرده. اه قرده. طب وانا اتجوز قرده ليه يعني؟ يا عم صباح الفل، ده صباع موز وشويه سوداني وتعشت، ده اكلها طول اليوم. لا 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 لا، انا برفض ان انا اشوفها ولا ايه؟ يا احمس هو الناس بس اللي هيشوفوني قرده؟ لكن اشوفك قرده؟ انت هتشوفني غزال. انا اشوفك غزال؟ اه. يعني انت تبقى قرده وانا اشوفك غزال؟ اه. يعني الناس شايفينك؟ لا انا يهمني راي الناس طبعا. وغزال ايه وقرون ماشيالي في البيت رايحه جايه؟ لا طبعا. انا عندي راي تاني. ايه؟ احنا البت دي نسوق سمعتها ونقول ان مسيها بطال، وبكده محدش هيبص في خلقتها. اه ولا ايه؟ ولا ايه ايه؟ يعني لا طبعا مش كده؟ اه مش كده. لا يا سمعتك وحشه وانا اتجوزك وانت سمعتك وحشه؟ لا والله انا سمعتي كويسه، هو اللي بيقول كده. مش عارف، حاسس كده سمعتك مش قد كده يعني. لا 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 الاقتراح ده وحش. لا بص يا احمس بقى من الاخر، احنا نجيب ميه نار ونرش على وشها بحيث ان احنا نشوه ملامحها ومحدش هيحبها خالص. انت عنيف كل العصور ليه كده؟ ايه الاقتراحات الزباله دي؟ لا طبعا لا انا مش موافق. يشوه وشك؟ لا. ولا ايه؟ ولا ايه ايه يا احمس؟ يعني ممكن يشوه حته صغيره كده؟ لا يبقى شكلي وحش يا احمس. لا 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 انا مش عايز منكم اقتراحات، متشكرين قوي. شكرين يا عم. شكرين. شكرا. انت ما بتفكرش في حاجه؟ انا ما فيش في دماغي اي حاجه. طب ايه رايك اخطفك ونهرب؟ نهرب ازاي؟ نهرب نروح اي حته، اي حته ابوك ما يلاقيناش فيها. انا مش موافقه، يا اما تيجي تتقدم لي قدام بابا يا اما ما فيش جواز. طب ما انا بقول لك اتقدم لك قدام بابا. لا ازاي نهرب؟ نهرب ايه الكلام الفارغ ده يا جدعان؟ يا جدعان انا احمس صعبان عليا قوي ونفسي نعمل له اي حاجه. بصوا بقى انا جات لي فكره دلوقتي في دماغي وهنفذها دلوقتي. يلا بينا. يلا بينا. لا مركزه. مش مركزه في الرقص ليه؟ مركزه بقول لك، اقسم بالالهه مركزه. وميه امي في تابوتها انت ما مركزه. اتفضلي يا هانم خدي البوز. شكشك مرزوقه تعالي جنبي، شكشك مرزوقه تعالي جنبي، تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي، تن 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 لا 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 تن تن. مش قلت لك مش مركزه؟ تن 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 لا 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 تن تن. مش مركزه ليه في الرقص؟ خميس انا عايز اقول لك على حاجه. ايه؟ انا بحبك. ايه؟ بس انا ما بحبكيش. ما بتحبنيش؟ انا بعبدك بعبدك.
خميس. نعم. انت عندك اي مطرح نتوى فيه؟ عندي شقة مقبرتين وصالة في وادي حوف. دي بعيدة قوي، دي في حلوان. خلاص نقعد عند جدتي في المسلة. ضيقة. نقعد على المسلة. ما يصحش. نقعد في اي مكان. نقعد في اي حتة، في عين شمس، في المطرية، ان شاء الله نقعد في الخصوص. مالك؟ بطني ثابت. رايحة فين؟ ورا المعبد. يا دي النيلة على المعبد وسنينه. انتوا فين؟ انتوا فين يا جدودي؟ جبتوني لغاية هنا وسايبيني ليه؟ سايبيني ليه؟ شفت الدنيا وقتنا كانت صعبة ازاي؟ ايوة صعبة، بس اكيد عندكم حل. احنا وقتنا اللي مفيش حل، مشاكلنا ملهاش حلول يا جدي. وانتوا كمان عندكم حلول، اللي هيدور هيلاقي. طب هيلاقي ازاي يعني؟ انت طب مش تظهر كده ما دام انا جيت لكم عندكم، تظهر وتكلمني يعني. انا صوت فقط فقط فقط. اكيد بيقبض ارخص. يا حمص يا حمص يا حمص. ايه ده؟ عاملين لك مفاجأة كبيرة قوي يا حمص. ايه اللي انتوا جايبينه ده؟ سنبولة. سنبولة؟ ايوه. انتوا جننتوا؟ اه. ولا يمكن ده الحل؟ ممكن يبقى ده الحل؟ ايوه. جايبين سنبولة هنا؟ أيوة. هنا في الشوال ده. جدع خطفتوها من أيوة. جدها؟ طب بالراحة 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 عشان ما تمش. افتح لها افتح لها افتح لها. تعالى يا سنبولة. يا يما. ده سنبول اخو سنبول يا اهبل. عبوتشا والزبيدة حلوة والزبيدة حلوة والزبيدة. انتوا ايه اللي عملتوه ده؟ ايه يا سنبول؟ انتوا جبتوه ازاي؟ جبتوه من سيري سنبولة. انت ايه اللي نايمك في سيري سنبولة؟ عشان انا بليت المرتبة بتاعتي. تروح تبل مرتبة اختك عيب؟ معلش. طيب دلوقتي ممكن تساعدني ان تروح لابوك وتقول له ان احمص عايز يتجوز سنبولة؟ حاضر، بس بابا قال اللي يتجوز سنبولة لازم يكون بطل. انت بطل؟ طبعا بطل. جرى ايه يا سنبول؟ انت ناسي ان انا بطل؟ اما العيال دول كانوا بيزقلوك بالطوب، مين اللي قال لهم يزقلك بالطوب؟ انت. يبقى بطل ولا مش بطل؟ بطل. طيب فاكر لما كان معاك ورقة بردي راح هما سرقوها منك، مين اللي قال لهم يسرقوها؟ انت. يبقى بطل ولا مش بطل؟ بطل. بس انت خدت العجلة بتاعتي وبوظتها لي وكسرت لي جنزير. مش انت العجلة بتاعتك كانت سليمة؟ اه. مين اللي كسرها وبوظ الجنزير وكسر الجدون؟ انت. يبقى بطل ولا مش بطل؟ بطل. طيب اهو بس كده ناقص حاجة واحدة. ايه؟ انت قلت لي انت هتحكي لي حدوتة. انا قلت لك احكي لك حدوتة؟ اه. احكي لك حدوتي ايه؟ العصفور والبلبل. ماشي، احكي لك حدوتة العصفور والبلبل. ايه ده؟ ابو سنبل جه. الملك ابو سنبل جه. الملك ابو سنبل. الملك ابو سنبل جه. سنبل يا بابا. ثانيه واحده بس. سيبه شويه يا عم ابو سنبل. مش قلت لك ما تلعبش مع احمص تاني؟ حاضر. يلا امشي من هنا. سيبه شويه يا عم ابو سنبل. اليوم خلص. سيبه يقول لي حكايتي لبلبل. اليوم خلص. سيبه شوية يا عم ابو سنبل. اليوم خلص. سيبه يقول له حكاية البلبل. يا ابني اليوم خلص. والزبيدة حلوة والزبيدة حلوة يا عبوتشة. صغيرة عالحب. بص يا احمص، ابني ده عبيط، ما تلعبش معاه تاني. انا ما بلعبش معاه، انا مش عايز حاجه من ابنك، انا عايز بنتك وتقدمت لك عشان اخدها منك. بنتي دي بالذات بقى ما تلعبش معاها ولا تتكلم معاها، دي مش هتتجوز غير بطل. لا
انا مش هتجوز غير احمد. خلاص يا بنت جدع يا بنت جدع. وبعدين انت لو بتدور تجوز بنتك لبطل انا بطل. انت بطل؟ ايوه. فاكر الاسد اما جه هجم عليك ايه اللي حصل؟ الحراس قتلوه. مين اللي بعت الاسد؟ بطل. بطل ولا مش بطل؟ بطل. فاكر المعبد لما كان هيتهد عليك مين اول واحد جري؟ انت. يبقى بطل ولا مش بطل؟ ايه ده؟ ده العبط وراس عندكم في الواد وابوه يعني، ولا انت ايه؟ لا لا انا سليمه. سليمه. مش عارف كده. ما تلخبطنيش يا احمص، انت ما تقدرش تتجوز بنتي، انت تقدر تعيشها في مقبره على البحر؟ تقدر تخليها تقضي شهر العسل في القريه الفرعونيه؟ يعني انت بتعجزني. والله بقى لما تقدر على طلاقتي تبقى تتجوز بنتي، لكن قبل كده لو قربت لها ححنطك. يلا قدامي. لا ايوه قدامي يا احمص. طب بص افهمك. وانت تعالى لي انت هنا. تعال تعال افهمك. تعال انت هنا. سموك افهمك. افهمك. ثانيه واحده يا احمص لو سمحت. حاضر. انت شفت لنا طريق تاني تروحنا منه يا باشا؟ انت شفت الزحمه؟ ايه انزل من بيتنا للشغل في 1500 سنه؟ ده انا طولت في الطريق يا اخي. يا باشا انت اللي اصريت ان احنا ناخد المحله، وانت عارف ان دي ساعه ظهريه وساعه خروج موظفين. طب ما انت عارف ان انا ما بعرفش اعدي من فيصل والهرم، كلهم كباريهات ونيله، العيال بتقعد تشد شيبه فاكريني شغال هناك. نقفل لك يا باشا الكباريهات دول. اقفله. تعال انت بقى، انت تعال. ايوه انت يا اخويا تعال. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا تشد؟ انت اسمك ايه؟ انت مين؟ انا حمش. حمدي؟ في فرعون اسمه حمدي؟ عشان الناس تضحك اعمل ايه؟ انت ايه اللي جابك تشد معانا ده بمنظرك؟ ما انا اقول لحضرتك انا ابويا كان هو اللي بيشد. اي النهارده فجابنا شد مكانه. وانت ابوك بقى يعني ايه يبعت دراعه عشان يشد؟ مش يشوف لنا حد كويس؟ الله يسامحك يا فرعون، على فكره انا طالب وخريج قصر عين شمس. يلا يلا الواد ده اخر مره يشتغل معانا. يلا يلا انتوا كلكم اخر مره تشتغلوا معانا. اكيد. يلا شكرا على الله. شكرا على الله. شكرا على الله. ذكروا على الله اللي يجيبكم في عرض تاني. قلبي ماله؟ حب خلاص. خميس. ايه؟ انا عايز اعترف لك على حاجه. في ايه؟ انت انقذتني من الطريق اللي انا كنت ماشيه فيه. طريق ايه؟ طريق الكباش. ايه؟ سيبك من طريق الكباش اللعين. خلاص انت هتشتغلي معايا وهنعمل الرقصه اللي هنكسر بيها الدنيا. ايه الحلاوه دي؟ انا مش مصدق المستوى اللي انت وصلتي له. كل ده بفضلك انت يا خميس. بقولك ايه؟ ايه؟ انا هتجوزك ونجيب عيال ونعلمهم احسن علام وندخلهم مدارس زوسر سكول للغات وتشتغلي معايا. فين؟ في شارع الهرم. اه بينا ورا المعبد. ايه ده؟ شفت يا ابن خميس؟ شفت بتعمل؟ شفت راحت عامله رجليها ازاي؟ ما طلعتش من قد ما طلع الكاوتش. طلع الكاوتش عشان كده منفوخه. بقول لك ايه؟ اموت واعرف الناس دي بتعمل ايه ورا المعبد. الهكسوس جايين من ورا المعبد. الهكسوس جايين من ورا المعبد. We'll be right back.
نحن الهكسوس. نحن الهكسوس اسم صنعه تاريخ. الهكسوس مش مجرد اسم، الهكسوس اسلوب حياة. الهكسوس لو ده جنان اتجنن. مكملين ترارا متجمعين ترارا بكل اشكالنا والواننا راجعين. لقد دخلنا الى مصر واحتلناها. استنى ملك قادم، خليه يكمل جملته. فضل. لقد دخلنا الى مصر واحتلناها ولن يستطيع احد ان يخرجنا منها. طب وانت بلغتك العربيه دي ازاي تدخل مصر من غير ما تاخد اذن اهلها؟ عادي، خبطت لقيت الباب مفتوح دخلت. يعني بجد؟ اه عادي يعني بلطجه كده يعني. بلطجه. يا احمد الهكسوس جم، الهكسوس جم، الهكسوس جم، الهكسوس جم، والمصحف والمصحف الهكسوس جم. يا عم التخيل الهكسوس جم. ايه الهكسوس جم؟ شد من هنا. منين؟ شد من هنا. شد شد من وشي، شد من قدامي. الهكسوس جم، الهكسوس جم. ما هم دول الهكسوس يا احمد. يا راجل. والله يا خرب بيتك يا مصر. ايها الشعب المصري، اللي هيطرد الهكسوس بره مصر هو اللي هيتجوز بنتي. كلام جد؟ يعني انا لو طردتهم هتجوزني بنتك؟ والله بس خلصني. يلا اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره، يلا اطلع بره. مفيش الكلام ده، اتكل على الله. يعني مش هتطردوا؟ لا. ماشي، تلعبوني على الارض؟ العب يا نجم. لعبني على الارض؟ العبك على الارض. 3-3. 3-3. فين فريقك؟ في ماتش كوره يا جدعان، راكب؟ يا ريت، انا ما لعبتش من رمضان اللي فات. تمام، وانت؟ امين يابا، بس ايجار الملعب عليهم. ماشي، فرقتي اهي. دي فرقتك؟ التخين والقبيح وانا الطيب. ماشي يا طيب. ماشي يا نجم، فين فرقتك انت يا شبح؟ اهم سمير وبهير وشهير. تمام. جاهزين؟ جاهزين. تبدأ المباراه وليدخل المعلق. يلا نبدأ المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي كابتن ربيع شلبي من استاد أبو سنبل. من استاد أبو سنبل ننقل على الهواء مباشرة مباراة كرة القدم بين فرانا والهكسوس. الاستاد هينفجر، الاستاد هينفجر بينا ولا ايه؟ ان شاء الله مباراة حلوة، مباراة حلوة بإذن الله. وهو الهكسوس بيسخنوا اهو من وجهة نظر الشخصية التي ليست لها قيمة اطلاقا، ان الهكسوس بيسخنوا تسخين عشوائي. خلي بالك، خلي بالك، الفراعنة بيسخنوا اهو، وهو هيعملوا ايه؟ بيشدوا نفس عشان يظبطوا الدماغ. ما هو اللعيب غير ايه؟ غير دماغ ونفس، غير دماغ ونفس. وادي احمس الحكم اهو ماسك الصفارة وبيستعد، والجمهور بيعمل موجة حلوة، حلوة الموجة، حلوة حلوة الموجة، حلوة. وبيشجعوا بيقولوا تعالى يا احمس. هي دي، تعالى هي دي يا احمس. خلي بالك، هكسوس على مين؟ يا معفي مين؟ تعالوا شوفوا الفراعيه. خلي بالك. والان مع السلام الوطني لمنتخب الهكسوس. انا كل ما اقول له يقول لي هو لا، يجرحني واقول له يقول لي برضو لا 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 لا. وزي ما احنا عارفين ان الهكسوس بيعبدوا الاله روبي من زمان جدا. والان مع السلام الوطني لمنتخب الفراعنة. احنا الفراع فراعنة، الفراع فراعنة، الفراع فراعنة. احنا احمس تبعنا، احمس تبعنا، احمس تبعنا. ولعوها. هلا 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 هلا.
يولعوا اللقاء احمس بيتوسط الملعب عشان يلعب الرفه ونبتدي المباراه الحلوه بتاعتنا. يا نهار ابيض على الرفه، ايه اللي هيحصل؟ خلي بالك خلي بالك خلي بالك، اكيد 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 رفه هتحصل اهي. خلي بالك بيطلع له فلوس، ده بيرشي ولا ايه يا جماعه؟ بيرشي ولا ايه؟ ده بيديها للفراعنه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، خلي بالك بيعملها مره ثانيه وبيدي له فلوس. ده بيقلبوا الهكسوس عيني عينك كده، بيقلبوا الهكسوس عين عينك، مش ممكن. خلي بالك ايه فلوس مره ثانيه، شكلها تقلب بخناقه ولا ايه؟ يا نهار ابيض، لسه بقول لحضراتكم بيصفر احمص وهنبتدي المباراه بتاعتنا. يا سلام على الروح الرياضيه، بيسلموا على بعض، عايزين الدوري يرجع ثاني يا جماعه، عايزين الدوري. ابو جلبيه جه ثاني، ابو جلبيه جه ثاني. يا نهار ابيض، انهار ابيض، يا نهار ابيض، الراجل ده موجود في كل العصور يا جماعه، في كل العصور. ابو جلبيه واحمص يتوسط الملعب عشان نبتدي المباراه الحلوه بتاعتنا. واحمص ماسك الكره وبكل حياديه هيلعبها لمين المره دي؟ خلي بالك خلي بالك، بكل حياديه اهي لاعبها الفريق. يا نهار ابيض يا جماعه، المباراه ابتدت، هجمه حلوه، خلي بالك الكره رايحه فين؟ ايه اللي بيحصل دوت؟ يا نهار ابيض على الخناقه، احمص بيعمل ايه؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض. استوب الكاميرا يا محمد، استوب الكاميرا يا محمد يا ناصر. انا شاكك، انا شاكك ان في موس طلع في الماتش يا جماعه، في موس طلع في الماتش. عيدها لي يا محمد بالتصوير البطيء يا حبيب قلبي اهو. خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك اهو، دخل عليه الراجل اهو، في موس ولا مفيش؟ ايه الراجل هوقت اهو، طلع له الموس اهو، طلع له الموس اهو. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، خلي بالك خلي بالك خلي بالك. استوب الكاميرا يا محمد، نشوفها بسرعه بقى. اهي 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 اهي، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، خلي بالك خلي بالك، مش ممكن يا راجل، يخرب عقلك يا مجرم. جري لي الماتش يا محمد، جري لي. واحمص هو بيطلع وبيطرد اول واحد من الهكسوس، احمص اول واحد. يا يا خلي بالك خلي بالك، الدنيا هتولع المباراه. ونرجع للمباراه الحلوه بتاعتنا، مباراه سخنه جدا. احمص هيعمل اسقاط وهيرمي الكره بكل حياديه لمين المره دي؟ محدش عارف، بكل حياديه. خلي بالك خلي بالك اهو، يا نهار ابيض بالعمل فين مره ثانيه؟ مش ممكن يا جماعه، ايه الواحد، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ياه يا نهار ابيض يا نهار. استوب الكاميرا يا محمد يا ناصر، اشكرك يا حبيب قلبي. المباراة حصل فيها خناقة كبيرة لازم نشوفها، ارجع لي بالكاميرا يا محمد، ارجع لي كمان يا حبيب قلبي، كمان 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 يا محمد. لا مش هنا، ارجع ارجع يا حبيب قلبي ارجع. استوب الكاميرا هنا، خلي بالك بقى معايا، نشوفها بالتصوير البطيء. خلي بالك خلي بالك اهو، اكيد 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 اهو، قطعا عمل له حركة جون سينا. خلي بالك وحط رجله. استوب الكاميرا يا محمد اهو اهو، ضربني وبكى وسبقني واشتكى. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، خلي بالك يخرب عقلك، هو اللي ضربه وهو اللي ماسك عينيه. نشوفها زوم بقى، نشوفها زوم كمان. يا نهار ابيض، جري لي اللعبه يا محمد، اشكرك يا حبيب قلبي. يا والاحمص، احمص بيطلع الكارت الاحمر الثاني وبيطرد ثاني واحد بالهكسوس. يا نهار ابيض، مباراة صعبة، مباراة حلوة 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 المباراة، مفيش مباراة كده، متعة المتعة. نرجع مرة تانية للمباراة الحلوة بتاعتنا، احمص هيعمل اسقاط لثالث مرة يا جماعة، هيلعبها بكل حيادية لمين؟ خلي بالك خلي بالك خلي بالك اهو بيلعبها. يا نهار ابيض، ايه الراجل ده؟ خلي بالك، قال له كلمة قبيحة في ودنه ده ولا ايه؟ خلي بالك التاني لف ودنه وهبط برسية. يا نهار ابيض، واحمص يا نهار ابيض. خلي بالك، استوب الكاميرا يا محمد، الراجل ضربه زي زين الدين زيدان في ماتش مصر وايطاليا. خلي بالك خلي بالك، نشوفها بقى تاني بالتصوير البطيء. ارجع لي يا محمد اهو، ارجع لي يا محمد، اشكرك يا حبيب قلبي. يا خراب الراجل اهو، خلي بالك اهو، قال له كلمه غلط في ودانه اهو، والتاني لف بص للحكم عمل انه هيموه، ولف مره واحده واداله بالرصيه. استوب الكاميرا يا محمد، نشوفها من زاويه تانيه بقى، من زاويه تانيه اهي، لف قال له كلمه مش كويسه في ودانه، التاني عمل انه مش هيعمل له حاجه وخبطه. خلي بالك، استوب الكاميرا يا محمد، نشوفها من زاويه تانيه، من زاويه تانيه اهي اهي،
الراجل اهو قال له كلمه يا نهار ابيض، بص للحكم واداها له عشان كل اللي ما شافش يشوف. استوب الكاميرا يا محمد، نشوفها من الهليكوبتر بقى اهي. يخرب عقلك يا شلبي. الله الله الله، جري لي اللعبه يا محمد. واحمص اهو طرد، اهو احمص طرد الكارت الاحمر، احمص طرد اخر لعيب من الهكسوس، طرد الهكسوس من مصر يا جماعه. يا نهار ابيض. الله الله اخيرا. دلوقتي ابو سنبل، انت قلت لي هتجوزني سنبله لو طردت لك الهكسوس، طردت الهكسوس والتاريخ كله هيشهد عليا بعد كده. ما حصلش، انا ما وعدتكش باي حاجه. ما وعدتنيش اهو قدام الرجاله والفراعنه دي كلها، ما وعدتنيش. ورب المعبد ما قلت لك حاجه، سنبله هتتجوز ابن عمها زي ما اتفقنا. ماشي يا هكسوس. استنى بس يا احمص، بس ما اعرفش اهزر معاك. من على ابو زهرك يا اخي. اهي ياه.